اتفضل يا استاذ كرويه، اتفضل. يا شيخ انا اريد اعرف هذا الحديث مال عمر ابتدع صلاه التراويح، هل الامر من الله ورسوله ام من عمر بن الخطاب؟ الامر من رسول الله ليس من عمر بن الخطاب. لماذا سماها بدعه؟ هو ما سماها بدعه، هو بيقول البدعه يا مبتدعه، لو كنتم تريدون البدعه فعلوا ما فعلنا نحن، احيوا سنه. والدلاله على ذلك ان النبي صلى بالناس كرؤيا اصبر لي في البخاري وفي كل، انا معك اقول لك، اسالك واجبني، ممكن حضرتك تتفضل علي بذلك؟ تفضل. في رمضان صلى النبي القيام ولا ما صلى؟ لم يصلي حتى ضربوا بابه بالحصى، كان يصلي منفردا رسول الله. حبيبي وهذا الحديث موجود. طب اسمعني في البخاري كما تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي ثلاثه بهم، لما حصبوا بابه. بس اسمع مع الناس ليس رسول الله. كرؤيا وحتى ابن عمر قال اللي يصلي. حبيبي انا معك، ممكن تسمعني؟ تفضل. كل علمائك يبحثوا عن حديث صحيح البخاري وفي غيره وفي السنن، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان ليالي، ثم لما وجدهم اجتمعوا جميعا ما خرج. ممكن اكمل لك؟ انت يعني انت داخل تشوش ولا داخل تشوش؟ اسمعني بس، انا ليا طريقه مع كل واحد، داخل تشوش ولا داخل جاهل تتعلم؟ اسمع الان، انا اقول لك هذا الحديث، قل لي علماءك يقولون ده مش حديث، ده موضوع فيه راوي كذاب، انا اصدقك، لكن انا باتيك بحديث النبي، لا تشوش علي، تحترم وتحترم الحديث وتسمعه. اذا كان موضوع قل لي انتظر اتق الله ربك، هذا حديث موضوع، اقول لك استغفر الله سمعت واطعت، او حديث ثابت اقول لك الان الحديث ثابت، يبقى انت لابد تتعلم كيف تتعامل. النبي صلى بهم ليالي، ولما ما خرج حصبوا الباب، قال لا يخفى عني مكانكم، وثم قال بابي هو امي، قال خشيت ان تفرض عليكم فتركهم. يبقى هو صلى بالناس جماعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر لو صلى بالناس جماعه قد اكتسب النبي. انت الان اجمع المعممين والمحممين والمغممين، اجمعهم كلهم وتعالى. ونعم اسمعني بس، وتعالى قل لي هذا الحديث لن يثبت. قلبك واسع، خليه، ما انا معك واسع، انا هو انا عملت شيء، انا ما عملت شيء. جزاكم الله بخير. نعم. اذا لماذا عمر سماها بدعه ورسول الله لم يفعلها جماعه؟ طيب صلوا في بيوتكم، وهذا الحديث موجود امامك. طيب. اذا تريد اقرا لك اياه. لا انا اعرف اسمعني بس، عمر قال ايش؟ قال نعمه البدعه هذه، انا معك اهو الان. طيب صح ولا لا؟ انت تريد ذلك. اذا شنو يعني البدعه؟ البدعه الذي ابتدع شيئا من غير الدين، صحيح؟ طيب. بس اسمعني، انت تسالني انا اجيب، او انا اسالك انت تجيب، سكوتي عند كلامك يجعل الحق يظهر، وسكوتك عند كلامي يجعل الحق يظهر، صح ولا لا؟ تفضل. الان انا اسمع حضرتك، انت قلت لي عمر هل ثبت عنه انه قال نعمة البدعة هذه؟ اقول لك نعم، عمر قال ذلك، قال نعمة البدعة هذه. تريد بقى الرد، ارد انا عليك في هذا؟ طيب؟ تفضل. اقول لك الان، تعال ننظر، عمر قال نعمة البدعة، تعال ننظر في عمل عمر. هل عمله النبي أم لا؟ لأن البدعة ما معناها؟ البدعة معناها طريقة في الدين مخترعة ليس لها سلف، طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في عبادة الله جل في علاه. جيد؟ فهنا أصل النزاع بيني وبينك، ما فعله عمر النبي فعله أم لا؟ فإن كان النبي لم يفعله هذه بدعة، جيد؟ وسأقول لك أيضا المخرج منها إيش، لكن النبي فعله انتهى الأمر، الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة، فاجتمع الناس بعدما تسامع، اجتمع الناس جميعا فلم يخرج حتى حصبوا بابه ليخرج، قال أنا أعلم لا يخفى علي مكانكم، ولكن شوف قال لكن خشيت أن تفرض عليكم. يبقى إذن النبي صلى بهم جماعة وترك الأمر عشان لا تفرض، خشيت أن تفرض. لما يموت النبي الوحي ينقطع، يبقى لا فرض، تبقى على ما هي سنة، فأحياها عمر بن الخطاب. فلما شاكلت البدعة قال نعمة البدعة هذه مشاكلة وليست بدعة. لو قلنا بقى تنزلا، لا الحديث لم يصح والنبي لم يصلي بالناس وعمر أول من فعل ذلك، نقول عمر له سنة مستقلة،
لأنه صح عن نبينا أنه قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهنا حديث أيضا دخل مع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدين هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهنا المخرج من الأمرين ظهر عندك، تفضل حضرتك. أحسنت يا شيخ، انتظرنا يا شيخ، جزاك الله خير. انتظرك كما شئت. أولا ابن تيمية يرد عليك في هذه الجزئية. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأنبا رحمه الله ورضي الله عنه. نعم نعم أكمل، اسمع رؤيا 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 ما سمعت، قل لي من أول كلام ابن تيمية، تفضل حضرتك ماذا قال؟ أحسنت، من أول كلام ابن تيمية. نعم. هذه تسمية لغوية لا تسميها شرعية، ولذلك أن البدعة في ليست تسمية شرعية، تعم كل ما فعله ابتداء من غير مثال سابق. طيب، من غير مثال سابق. تسمع بقى مني، تسمع مني. طب خلاص اصبر اصبر عشان ارد على كلام ابن تيمية، اصبر بس، اسم بالله عليك اصبر. ممكن حبيبي لو كنت تفقه لعلمت ان ابن تيمية يرد عليك انت ويوافقني انا. هو ماذا يقول؟ يقول لما يقول عمر نعمة البدعة لا يقصد البدعة الشرعية، يقصد البدعة اللغوية فقط مش الشرع، لان البدعة الشرعية انه يفعل شيئا على غير مثال سابق، وهو عنده مثال سابق ان النبي صلى. ده كلام ابن تيمية حبيبي، روح للمعممين عشان يفهموك اصح. قلت لغوية، لغوية من جهة اللغة، لكن انا اقول هو قال من ناحية حبيبي حبيبي اسمع، من جهة اللغة فاهم ازاي؟ كان يقول اطبخوا لي جبة وقميصا. طيب هذه من لغة، من جهة اللغة والمشاكلة. لما قال ما نطبخ لك قال اطبخوا لي جبة وقميصا على باب المشاكلة. لكن انا اقول اذا كانت بدعة لغوية او مشاكلة هي ليست بدعة اصلا شرعية، لان لها مثال سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذه من باب المشاكلة ونصوص كل نصوص اللغة تتفق على ذلك. وانت عراقي، المفروض عراقي تكون عندك فهم في اللغة، وانت حتى مش فاهم كلام ابن تيمية. يبتدع من غير لها اصل، هذه تعرف البدعة. بس قف عندها رؤية، رؤية رؤية قف عندها، رؤية قف عندها. يبقى يبتدع وما عندوش اصل، صح ولا لا؟ نعم. انا اتيت لك. طب اسمع حبيبي، انتظر عشان نكمل لك يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ادي الاصل اهو، الاصل صلى ليله وليله ثم قال خشيت ان تفرض عليكم. يبقى لها اصل اهو حبيبي. اسكت انا تماما وتفضل انت اتكلم، تفضل. اسمح لي، جزاك الله خير. معك. الحديث يقول حصبوا باب رسول الله حتى يخرج اليهم، وغضب عليهم رسول الله، غضب عليهم رسول الله زين، وارتفعت اصواتهم حتى خرج اليهم. هذا كلام غلط، كلام غلط. اسمع يا حبيبي، اسمع. انا ساكت اهو سامع. حصبوا باب رسول الله ورفعوا اصواتهم على صوت رسول الله في داخل بيته زين، وحصبوا بابه، ولم خرج اليهم رسول الله مغضبا. وهذه صلاة مغضبا، يعني مغضبا رسول الله يظهر بوجه وسيم، لكن رسول الله مغضب، خرج لهم مغضبا. انت فهمني على هذا الحديث؟ انا فاهمك اهو، فاهمك، وسأبين لك حبيبي. تفضل. فاهمك اهو حبيبي. الحديث اصله، شوف انت خدت الجزء الاخيره، الحديث اصله صلى بهم ليله، ثم صلى بهم ليله ثانيه، ثم صلى بهم ليله ثالثه. طيب ثم بعد ذلك اجتمعوا واكتظ المسجد فلم يخرج، لذلك حسبوا الباب حتى يخرج لهم يصلي بهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي، لا يخفى علي مكانكم، واني خشيت ان تفرض عليكم، لذلك لم اخرج اصلي بكم. لكن ثبت انه صلى بهم ليالي ثلاثه. طيب هناك رواية أنه صلى بهم 29 و27. افهمني بس، افهمني. أنت سامحني، أنت لا تفقه لا في الحديث ولا اسمع بس يا بابا. أنا والله خايف عليك، بكلمك أهو. روح للمعممين قل لهم هذا الحديث ورد أن النبي صلى. طيب أن النبي صلى هذا من عندي هذا حديث ثابت كالشمس يا ابن الحلال. إذا كنت أنت جاهل في علم الحديث أعلمك، إذا كنت جاهل في علم الحديث أعلمك، لو أنا جاهل أتعلم. نعم أنا معاك، هذا حديث ثابت كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى أنه صلى ليلة 27 29 لهم عليهم، فاهم؟ فالنبي صلى بهم. فإذا أنا وأنت متفقين على أن البدعة اللي ما يكونش لها أصل،
لها أصل هنا الآن، عليك أن ترجع وأنت طيب القلب وحسن الاستماع لك يبين أدبك وأيضا طلبك للحق. الآن أنا معك أن البدعة لا يكون لها أصل، هنا لها أصل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل يا شيخ. يا شيخ اسمع الحديث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا معك. أين ذهبت؟ هكذا كلهم يفعلون ذلك، يفرون فرار فرارا عظيما. يلمع كما يلمع الملح في الماء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من الليلة الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا في صحيح البخاري كالشمس. الآن أنا بينت له وهو قلت له الحديث عشان يفهمه، وهو طبعا هرب، فلازم يسمعوا وكل الشيعة والرافض يسمعونه، ولايته يهتدي. أنا والله هادي عليه من أجل أن يهتدي، رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. الشيعة غلبة، والله غلبة. هنا يقولون خطيب، خطيب حوثي يسب الصحابة، يا لهوي، يسب الصحابة في صنعاء جامع الفرقان، وتم إنزاله من المنبر وطرده خارج. الحمد لله، اللهم انتقم منهم يا رب. اللهم، الحوثيون روافض خبثاء من أخبث خلق الله، ولله الحمد والمنة. حي الله أهل اليمن، حي الله الرفعاء النبلاء الذين يحافظون على أعراض الصحابة، حي الله هؤلاء.